ولمناقشة العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس أردوغان لمحاربة ميليشيات حزب العمال الكردستاني وذراعها في سوريا، ميليشيا سوريا الديمقراطية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي التركي حمزة تكين. مرحبا بك معنا. حياكم الله. عملية عسكرية تركية إذن لإنشاء منطقة آمنة على حدودها الجنوبية في الشمال السوري، ألم تفي العمليات الثلاث السابقة بالغرض؟ يعني حقيقة العمليات العسكرية السابقة التي قام بها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري أو الجيش السوري الحر في تلك الفترة قبل سنوات حيدت نحو أو أكثر من 15,000 من عناصر هذا التنظيم الإرهابي PKK/PYD في الشمال السوري على مدى سنوات، ولكن لم تكن هذه العمليات كافية لحماية الحدود التركية ولحماية الأمن القومي التركي ولحماية المناطق المحررة في الشمال السوري، تلك المناطق التي تشهد بين الفينة والأخرى تفجيرات سيارات مفخخة، قذائف صاروخية يطلقها عناصر هذا التنظيم الإرهابي طبعا على أهداف مدنية، وبالتالي هناك دواعي أمنية ضرورية اليوم تفرض نفسها على تركيا وكذلك على المعارضة السورية. لذلك هناك تعاون اليوم بين الجيش التركي والجيش الوطني السوري لتحركات عسكرية جديدة في الشمال السوري ضد هذا التنظيم الذي يعني كل يوم تقريبا خلال الفترة الماضية لديه هجوم إرهابي أو محاولة هجوم على مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام في الشمال السوري. كل يوم هناك تحييد من قبل الجيش التركي لعناصر من هذا التنظيم الإرهابي، وبالتالي برأيي طفح الكيل، وحتى في أنقرة طفح الكيل من هذا التنظيم، وحان الوقت لتوسيع العمليات العسكرية السابقة وبالتالي توسع الرقعة المحررة من هذا التنظيم في الشمال السوري خلال المرحلة المقبلة لحماية الأمن القومي التركي وحماية الحدود التركية وحماية المناطق المحررة سابقا وتوسيع هذه المناطق وبالتالي إمكانية استقبال مزيد من المدنيين السوريين الراغبين بالعودة إلى قراهم ومنازلهم. وهذا يدفعنا للسؤال سيد حمزة، يدفعنا للسؤال عن محاور العملية وجغرافيتها والقوات التي من المحتمل مشاركتها في تلك المناطق، لا سيما أن هناك قوة دولية كما تقول تقارير تدعم الميليشيات الإرهابية في تلك المناطق. يعني الجانب الأمريكي ما زال يصر على هذه السياسة الرعناء التي يتبعها بدعمه لهذا التنظيم الإرهابي. الجانب الروسي تخلى وبدأ يتخلى بشكل كبير عن هذا التنظيم نتيجة الأوضاع التي تعاني منها روسيا على الصعيد العالمي، وبالتالي هناك حوار الآن مستمر بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتحركات العسكرية المقبلة، لأن تركيا لم تعد ترضى على الإطلاق تواجد عناصر هذا التنظيم الإرهابي في مناطق على الحدود مع سوريا، وبالتالي مرغمة الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف أن يعني تأخذ بمخاوف تركيا وأن تتفهم مخاوف تركيا. هناك مفاوضات حثيثة الآن فيما يتعلق بانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، على الولايات المتحدة أن تقدم تنازلات للجانب التركي. برأيي أول تنازل ستقدمه هو بيعها من جديد لهذه الميليشيات الإرهابية في الشمال السوري مقابل قبول مبدئي، ليس قبول نهائي، قبول مبدئي من تركيا بدخول فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. وبالتالي سياسيا هناك نجاح دبلوماسي تركي يسجل قبيل هذه العملية المقبلة الجديدة مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيدخل الجيش التركي بسلاسة إذا صح التعبير في المناطق المستهدفة في العملية المقبلة. طبعا يعني ذكر كثيرا في الإعلام المناطق التي ستستهدف بهذه العملية المشتركة بين الجيش التركي والجيش الوطني السوري، منبجت، الرفعت وغيرها من المناطق، ولكن برأيي سيكون هناك مفاجآت عسكرية مخفية لدى الجانبين الجيش التركي والجيش الوطني السوري ضد هذه الميليشيات. نحن ونتحدث الآن في هذا اللقاء هناك قصف عنيف جداً
يقوم به أو تقوم به مدفعية الجيش التركي وكذلك مدفعية الجيش الوطني السوري ضد أهداف واسعة لهذا التنظيم في الحسكة، في منبج، في تل رفعت، في مناطق عديدة أخرى في عين عيسى. وبالتالي هناك تهيئة مدفعية بدأت منذ ساعات في الشمال السوري. نعم. بانتظار التحرك العسكري على البر. نعم. للرئيس أردوغان في الأيام القليلة المقبلة خطابات مهمة وحساسة بتوقيت حساسة جدا، قد يعلن عن شيء ما في الأيام. نعم. المقبلة. طيب. وبالتالي علينا أن ننتظر قليلا. سيد حمزة، أنقرة طالبت حكومة بغداد بإخراج تنظيم PKK من سنجار، من قضاء سنجار، لكن دون استجابة. هل تستخدم تلك الميليشيات للضغط على تركيا برأيك؟ لماذا عدم الاستجابة؟ يعني برأيي لا يوجد شيء رسمي من قبل حكومة بغداد أنها تستخدم هذا التنظيم ضد تركيا، لأن هناك تنسيق بين بغداد وبين أنقرة وكذلك أربيل لمحاربة هذا التنظيم، لأن اليوم هذا التنظيم برأيي يشكل خطر على بغداد قبل أن يشكل خطر على أنقرة أو على أربيل. يعني بالأمس أو قبل ساعات نفذ تنظيم PKK الإرهابي هجوما في منطقة الدهوك في العراق، وراح ضحية هذا الهجوم عدد من الجرحى المدنيين بينهم طفل، ونحن نتابع هذه الحادثة. وبالتالي جرائم هذا التنظيم اليوم في تلك المناطق العراقية هي بحق العراقيين وليس بحق الأتراك. وبالتالي اليوم من مصلحة بغداد زيادة التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي مع أنقرة لاجتثاث هذا التنظيم. إذا كان هناك عدم قدرة أمنية وعسكرية من قبل بغداد لمحاربة هذا التنظيم، فإن الجيش التركي هو الذي سيتولى هذا الأمر. هذا الأمر واضح وصريح، وهناك عمليات مستمرة. نعم. أصلا في الشمال لا سيما العراق. سيد حمزة، أن بعض المسؤولين في الحكومة في بغداد أكدوا في أكثر من مرة أن عناصر من ميليشيا PKK يستلمون رواتبهم من الحكومة في بغداد، وهذه نقطة مهمة، لذلك نحن طرحنا السؤال السابق على حضرتكم. السؤال الآن، كيف تقرؤون التحول الأمريكي من الرفض الكامل للعملية قبل الإعلان عنها وتنسيقها مع تركيا بعد أن أصبح البدء بالعملية مسألة وقت كما تفضلت الآن؟ يعني العملية بدأت أصلا، التمهيد المدفعي. نعم. بدأ حقيقة، هناك قصف كبير وواسع جدا لمواقع هذا التنظيم الإرهابي في الشمال السوري، وبالتالي حان، إن صح التعبير، حان وقت اجتثاث رأس الأفعى في تلك المناطق، لأننا كما ذكرت قبل قليل الموضوع الأمني والعسكري أصبح موضوع حساس جدا بالنسبة لتركيا وبالنسبة للمناطق المحررة. هناك عمليات إرهابية كبيرة وكثيرة جدا أفشلتها الاستخبارات التركية خلال الأشهر القليلة الماضية، مجرد أشهر عشرات العمليات كانت منطلقة من تلك المناطق التي يتواجد فيها عناصر PKK الإرهابي أو ما يعرف بقسد الإرهابية في الشمال السوري. وبالتالي اليوم هذه المعلومات قدمت للولايات المتحدة الأمريكية من قبل تركيا، وهناك حوار، وهناك أدلة أن هذا التنظيم يشكل خطر على حليف استراتيجي من المفترض أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية التي هي تركيا. كذلك قضية رغبة أمريكا وسعي أمريكا لضم فنلندا والسويد للناتو أعطت تركيا ورقة قوية اليوم لتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك على الناتو والاتحاد الأوروبي ليقدموا شيئا من التنازلات السياسية وغض الطرف هنا أو هناك في عدد من الملفات وليس فقط سوريا، وبالتالي قبول تركيا شيئا فشيئا مع الوقت انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو. يعني فنلندا والسويد لن تنضم لحلف الناتو إلا بموافقة تركيا، والموافقة التركية لن تكون بالمجان، يجب أن يقدم شيء لتركيا ليأخذوا هذه الموافقة. وبرأيي التحرك العسكري المقبل التركي بدون إزعاج غربي وأمريكي لتركيا. نعم. سيكون أولى التنازلات في المرحلة المقبلة. أشكرك جزيلا أستاذ حمزة تكين، الصحفي التركي، عبر سكايب من إسطنبول.